يعني لعيب كبير جدا. عندهم احمد مو اصل انا قلت لك لعيبه عندهم، لا عندهم كميه لعيبه رهيبه. المغرب قدامها 10 15 سنه كمان هتطلع لك حاجات محترمه. عارف ليه انا بسالك الاسئله دي؟ عشان المشاهد اللي معانا لما يتفرج ويشوف النتائج يعرف ده نتاج ايه؟ ده تخطيط جامعه اللي هو الاتحاد يعني بمعنى صح. دي حقيقة. تخطيط مسؤولين قاعدين على كرسي المسؤوليه في الاتحاد بيديروا وبيخططوا للناشئين والشباب، مش ماسكين في الانديه. ده موضوع بقى براك انت، انا بس عايز استفيد بالمعلومات دي. دي قصه لها علاقه بالاتحاد، مش ماسكين في الانديه. نادي طلع لي لعيبه، قطاعات الناشئين تشتغل، انتوا كاتحاد يا جماعه انتوا اللي بتاسسوا اللعبه، انتوا المسؤولين عن المنتخبات، انتوا اللي بتعملوا اجيال لكل المنتخبات الفتره اللي جايه. عندك اكاديميه محمد السادس زي بتشتغل بعيده تماما عن الرجاء وعن الوداد وعن الجيش الملكي، ممكن لعيب ممكن يكون فلته، ممكن يكون موجود في المنتخب، بيسافروا بيشوفوا اللعيبه المغاربه اللي بيلعبوا في اوروبا، اللعيبه المهاجره منذ سنوات، ممكن ازاي يفيدوا منتخبات بلادهم في كافه المراحل السنيه. يبقى القصه لو عايز تطور وتعمل استراتيجيه للكره المصريه من راس الهرم، من الاتحاد مش الانديه. الانديه بتشتغل في كاتيجوري مختلف تماما، ولكن الاتحاد محتاج ناس تعرف تدير صح عشان نشوف نتائج فيما بعد. واللي حصل مع جيل 2008 ده حتى لو استثناء، ولكن من جهد جهاز فني اشتغل بعرق وتعب عشان يطلع بالنتيجه دي. كابتن، يعني زي ما قلت لحضرتك البطوله كانت قويه. نروح لتونس. تونس كان عندها على فكره الحارس مرمى بتاعها حارس كويس جدا، بيلعب في روما في ايطاليا ومتصعد فريق اول، اتمرن معاهم فوق، حارس كبير الصراحه. بعد كده عندهم 5 6 لعيبه كلهم محترفين في ليل وستراسبورج، وفي واحد في اتنين في اسبانيا. بس يعني هو ربنا رضانا برضه. احنا الماتش ده زي ما قلت لك احنا نكسب 7-8 احنا زي، وهقول لك تاني احنا لعبنا في الماتش ده باربع طرق. كابتن احمد كان محفظ اللعيبه ومفهمهم كل وقت هيعدي ازاي. احنا هننزل الاول هنلعب 4-3-3 عادي، لا قدر الله حصل اي حاجه هغير في وقت من الاوقات العب 4-4-2، في وقت من الاوقات العب 3-4-3، وكل ده حصل في الجيب سبحان الله. وفي الاخر لعبنا 4-5-1 اخر 5 دقايق او اخر 6 دقايق. يعني عشان كده بقول لك الماتش ده كان مش شغل. احنا صاحيين بناكل نايمين بنشرب بنفكر في الماتش وكل خطوه هتمشي ازاي. وبصراحه ربنا رضانا برضو. ان خلي بالك ان انت تيجي في اخر 5 دقائق او اخر 6 دقائق تتعادل وتكسب وخلاص الماتش يبقى ما فيش وقت، وهم اصلا مش قادرين لان هم بدنيا كانوا انهكوا تعبانين. فده برضو زي ما قلت لحضرتك هو توفيق ربنا وترتيبه لينا من اول البطوله، حاجه احنا ما كناش نحطها في الحسبان. بس بعد الماتش ده يمكن اكتر فرحه فرحناها في البطوله كلها. خلي بالك يمكن ماتش ليبيا الفرحه ما كانتش قويه لان ايه؟ يعني بعد الاول والثاني خلاص احنا ان شاء الله خلاص احنا نقربوا. يعني احنا خلاص احنا صاعدين، احنا ما كانش فارق معانا نطلع اول او تاني مش فارق معانا. فاحنا بس ناخد 9 بونت مش مشكله، بقى المغرب هناك يتعادل المغرب يكسب مش فارق معانا، المهم ان احنا ايه نصعد. فمباراه تونس هي اللي كان فيها الفرح كله، حتى اللعيبه يعني المهم يعني ان في ناس في الجهاز كانت بتبكي بالدموع فعلا. انا مرضي يعني مش عارف اقولها ازاي، بس بكاء هستيري، فرحه غير طبيعيه. انت جيت مش من اخر الشارع، انت يعني عارف انت مرمي بمركب في البحر وما معكش غير ايدك مش مجداف كمان. فهو سبحان الله الفرحه كانت كبيره جدا. ابتدينا بعد كده ناهلهم لماتش ليبيا، واعتقد قد كان. واللعيبه للامانه وبرضو هقول الكلام ده، اللعيبه دي فيها 5 6 لعيبه ان شاء الله بإذن لازم الانديه تسيبهم يحترفوا. طيب اسالك بقى، من كم حارس اخترت الحراس اللي معاك في منتخب الناشئين؟ 12. يعني انا في الاول خالص اول التجمعات كنت جبت 12 حارس وفي الاخر وصلت لـ4 وبس وسافرت بـ2.